الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا خلا الله مش سألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة الهدي النبوي في أيام الفتنة. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن مقدمة سريعة وموجزة عن الموضوع الذي نريد أن نتناوله في هذه الحلقات، واليوم نشرع في الكلام عن الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثنا عن الفتنة. وكما نعلم فإن السنة النبوية إنما أتت موضحة للقرآن الكريم ومبينة لمجمله ومفصلة لآياته ومخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه، من ثم فإن الآيات القرآنية الكريمة سنجد في السنة النبوية تفصيل واسع للحديث عن الفتن، ولكن لابد أن نقدم بين يدي حديثنا لمحات سريعة ووقفات مختصرة مع بعض الآيات القرآنية التي تساعدنا على مزيد من الفهم للفتن وكيف نواجهها وما هي التوجيهات الإلهية لنا بخصوصها. الحديث عن الفتن في القرآن الكريم كثير وواسع، الذي يعنينا في مقامنا هذا إنما هي حوالي 30 آية من الآيات القرآنية الكريمة سنقف معها سريعا. أول هذه الآيات وقوله تعالى على لسان هاروت وماروت إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الدرس المستفاد من هذه الآية الكريمة أن هناك فتن توقع في الكفر، وهذا أمر لابد أن نأخذ الحذر منه. هناك فتن تمضي سريعا ولا تدخلنا في دائرة الكفر ولا تخرجنا من دائرة الإيمان، ولكن هناك فتن قد تعرض للإنسان في حياته فتوقعه في الكفر، فعلينا أن نحذر وأن ننتبه لما يضوغ من حولنا من فتن، حذر من الوقوع في الكفر والعياذ بالله. إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية التالية قال تعالى والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة الآية 191، وقوله تعالى من سورة البقرة أيضا الآية 217 والفتنة أكبر من القتل. وهنا تنبيه مهم ينبهنا الله سبحانه وتعالى عليه، أن القتل وهو أعظم شيء أو محظور يقع فيه الإنسان، فإن الفتنة أشد منه. القتل الذي أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال وهو واقف أمام الكعبة إن دم المسلم ونفسه حرام كحرمة هذا البيت أو أعظم،
فإذا كان القتل بهذا الشأن فما بالنا بالفتنة التي كلمنا الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه، فقال إن الفتنة أشد من القتل أو أكبر من القتل. والحقيقة إن الفتنة إنما تكون أشد من القتل وأكبر من القتل لأنها دائما ما تكون هي سبب القتل، فلا يوجد ولا يقع قتل إلا بسبب فتنة تقدمت عليه، فتنة في المال، فتنة في النساء، فتنة في التنازع على الملك، على السلطة، على بعض الأملاك الدنيوية، إلى آخر هذه الأغراض التي يفتن الناس بها ويتقاتلون عليها. ولهذا ينبهنا الله سبحانه وتعالى على أن الفتنة أشد من القتل وأن الفتنة أكبر من القتل. ولهذا لا يستهون الإنسان بالمشاركة في الفتنة مهما كان حذرا من الوقوع في التقاتل، فعليه أن يعتزل الفتنة ويعلم أن ما شارك فيه هو أشد من القتل وأكبر منه. نقرأ بعد ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ينبهنا الله سبحانه وتعالى على أن هناك من الناس من يتناولون آيات القرآن الكريم ويتناولون ما فيه من آيات محكمة وآيات متشابهة ويقصدون إيقاع الفتنة بين الناس. هنا درس بليغ يعلمنا الله تعالى سبحانه إياه أنه ليس كل من يستدل بالقرآن الكريم ويستعمله يوقعه على مواقعه وينزله منازله التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولا يحمله على المحامل التي قصدها الله سبحانه وتعالى من كتابه، وإنما يتبعون ما تشابه منه يبتغون أن يوقعوا الناس في الفتنة ويوقعوا الناس في البعد عن مقاصد الله سبحانه وتعالى من كتابه. فهذه فتنة من أنواع الفتن التي يحذرنا الله سبحانه وتعالى منها، يكون منشأها القراءة المغلوطة أو القراءة الخاطئة أو القراءة التي لا تنبني على قواعد الفهم السليم للآيات القرآنية الكريمة. وفي سورة النساء يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن قوم وقعوا في الفتن، فيقول سبحانه: سجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. علينا أن نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فالله سبحانه وتعالى ينبهنا على أن هناك من الناس كلما تعرض إلى فتنة من الفتن وقع فيها والعياذ بالله، ولا ترد على قلبه ولا على نفسه ولا على عقله فتنة إلا وهو يتقبلها ويسعى إليها ويقع فيها، ولا يتحصن بحصن الله الحصين من القرآن الكريم، ولا يقف مع السنة النبوية الشريفة ولا مع الشرع الشريف، وإنما كلما وردت عليه فتنة صارع بالسقوط فيها والعياذ بالله. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. وإنما المسلم الحق هو متى وردت عليه الفتنة لم يقع فيها ولم يشارك فيها ولم تستطع هذه الفتنة أن تخرجه عن جادة الطريق. وفي سورة المائدة الآية 41 يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. في الحقيقة فإن هذه الآية الكريمة تعلمنا أن النجاة من الفتن إنما هو بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه لا مهرب ولا منجى
من أي فتنة تغد على الإنسان بعقله ولا بعلمه ولا بحوله ولا بقوته، وإنما النجاة إنما تكون باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده القادر على أن يرد الفتن عن الإنسان، وهو القادر سبحانه وتعالى أن يجعل بين الإنسان وبين الفتن الحاصلة حصنا منيعة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن، وألا يجعلنا ممن أراد سبحانه وتعالى فتنته. نأتي بعد ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، من سورة المائدة أيضا الآية 49. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هنا في هذه الآية الكريمة يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة تكون في المجتمعات تحاول محاولات مستميتة إلى أن تبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن بعض ما أنزل الله من شرائعه، وتحاول أن تجعل ما نتبعه إنما هو الأهواء والفتن، فتقول خذوا هذا ودعوا هذا، أو تحاول إيقاف العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى أو بشيء منها، واعتبر الله سبحانه وتعالى أن هذا فتنة من الفتن التي علينا أن نحذرها، وأن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى هي كل لا يتجزأ، وأنه لا ينبغي علينا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا ينبغي علينا أن نعمل بشيء منه ونترك شيئا آخر. قال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وفي سورة المائدة أيضا الآية 71 يقول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، ويقص علينا شيئا من أحداث وأخبار بني إسرائيل وما فعلوه من قتل الأنبياء وتكذيبهم، فيقول الله سبحانه وتعالى أنهم بعد ذلك الذي فعلوه من الكفر بآيات الله ومن قتل الأنبياء: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. أي وحسب بنو إسرائيل ألا يصيبهم بلاء ولا عذاب ولا فتنة بسبب قتل الأنبياء وتكذيبهم. والدرس هنا في هذه الآية أن على الإنسان أن يتبصر ما يفعله في حياته، وأن يوقن أن كثيرا مما يفعله قد يترتب عليه فتنة، فلا يظنن أنه ناج منها أو أنه غير مسؤول عنها بسبب أعمال. هنا ينبغي على كل إنسان منا أن يكون في بصيرة على نفسه من أفعاله، وأن يتأملها تأملا جيدا، ويتأمل عواقبها وينظر في مآلاتها قبل أن يقدم على فعله، حتى لا يثير بأفعاله من الفتن ما يظن أنه ناج منها. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى سورة الأنعام الآيات الكريمة 22 و23، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة إذن
لا تقتصر على الحياة الدنيا وإنما تمتد أيضا إلى الآخرة. ويظن المشركون يوم القيامة أنهم كما استطاعوا أن يكذبوا على أنفسهم ويظن أنهم يكذبون على الله، يظن أنهم يوم القيامة سيستطيعون أن يفلتوا بكذبهم من العذاب، والله خبير وبصير بعباده، ولهذا يظنون. وهذه من الفتن، أن تمتد الفتنة عليهم في الشرك من الدنيا إلى الآخرة، ويظن أنهم بكذبهم سيفلتون وسيكذبون على الله. من هنا نعرف ونوقن بأن هناك فتن قد تكون ممتدة وقد تتواصل حلقاتها في حياتنا الدنيا وحتى الحياة الآخرة، فعلينا الحذر التام من الفتن. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده منها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله 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 على الأصغر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن أكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها.